من أجمل الحكايات اللي جات لي على الفيسبوك بتاع حكايات نهان، حكاية شابة مبهرة صغيرة 20 سنة بتدرس هندسة وبعدين عاملة إبداع في التصوير. انتوا عارفين المهندسين اللي عندهم عين فنية دي، يعني مستقبل بيبقى عظيم. يا رب أشوفها كده زي زها، أهم يعني إنشائية في العالم اللي عملت أكبر منشآت خرافية إبداعية في العالم. شوفوا جوي خوري وخلونا نتكلم أكتر. إزاي الحال؟ طول عمري مقتنعة إن المصورين بالذات عندهم عين غيرنا تماماً، مش كل أدواتهم هي الكاميرا، ومش كل من شال الكاميرا عنده العين بتاعت المصورين. وأنا بلف كده وبتفرج على فيسبوك وإنستجرام، خبطتني صور قلت وراها حد يعني دماغ تانية وعين تانية خالص. الصور دي بتاع مين بقى؟ بتاعت الست جوي خوري. ازيك؟ اخبارك ايه؟ كل حاجه. احكي لي بقى ايه الصور الفظيعه دي، ايه القصه وجات منين الاول؟ احكي لي عليكي انت مين بقى يا ست البنات؟ انا اسمي جوي خوري، انا عندي 20 سنه وبدرس هندسه معماري في الجامعه الالمانيه. انا بحب اصور من وانا عندي 15 سنه، وزمان كانت بالنسبه لي دي وسيله ان انا اوثق الحاجات اللي حواليا او اعبر عن اللي بيحصل حواليا، ازاي ادوكيمنت اللحظه. بعد شويه ابتدت الصور تبقى يعني بتتاخد بطريقه بسنس اكتر. طب احكي لي كده على المبادره بتاعتك تحت مستوى البحر. تحت مستوى البحر بالظبط. ايه بقى الموضوع؟ الموضوع ما فيه بدا لما انا قررت اغير من ان انا بوثق اللحظات، لان انا استخدم التصوير كوسيله اعبر فيها عن اللي بيحصل في دماغي، ازاي انا ممكن اوصل فكره معينه من خلال صوره. من هنا فكرت في اكتر قضيه او اكتر حاجه شغله دماغي في الوقت ده، وحسيت ازاي هبتدي اوصلها من خلال صور. فابتديت افكر طيب ايه الضغوط اللي بتتحط عليا انا عشان انا بنت، وابتديت اسال الناس اللي حواليا، اسال مامتي، اسال صحابي، اسال ستات كتير حواليا، ايه انت كست الضغوط اللي بتتحط عليكي بس عشان انت ست. طيب يا ست جوي، انت عامله المبادره بتاعتك اسمها تحت مستوى البحر، تمام؟ ايه اللي جاب الستات للبحر؟ يعني زي ايه اللي جاب القلعه للبحر؟ ايه علاقه الستات بالبحر؟ علشان البحر كل ما بننزل تحت المايه اكتر كل ما الضغط بيزيد، بيبقى التنفس اصعب. فكانت الموضوع ليه علاقه بالضغوطات اللي على الستات. انت حاسه ان الضغوط لما بتزيد على الستات بتعيق حتى مستوى التنفس بتاعها؟ بالظبط. قولي لي، انت عملتي الصوره بتاع المكوى وعملتي صوره عن الامومه، يعني الافكار دي بتجيلك ازاي؟ كانوا اكتر 5 توبكس شائعين ما بين الستات، اللي هم ايه؟ الأمومة ضاغطة جدا على الستات. بالظبط. طب ليه؟ هي بس مسؤولية كبيرة قوي، والمجتمع بيبقى حاطط الستات في إطار معين من إن هم عليهم المسؤولية دي هم لوحدهم. طيب الأمومة ايه تاني؟ التحرش. معايير الجمال. معايير الجمال. دي الست اللي انت شنقاها بالمزورة، فعجبتني قوي انك حولتيها المشنقة الحقيقة. بالظبط. هي الموضوع بيوصل لمرحلة ان هو بيبقى ضغط، فمش لازم خالص عشان المجتمع حاطط اطار او معايير معينه للجمال ان الستات لازم تفت في المكان ده. رابع حاجه كانت الدوره الشهريه، ازاي المجتمع بيصنف ده كمش كظاهره طبيعيه بتحصل والمفروض نتقبلها، لا بيصنفها كحاجه سر او عيب او حاجه مش مفروض نكون بنتكلم عنها او بندرسها او بنعلمها للناس. كمان في ازاي الاعمال المنزليه دايما بتتحط ان الستات، ان دي حاجه الستات اللي المفروض تعملها، مع انها في الاول وفي الاخر اساسيات لاي بني ادم عشان يعرف يعيش. في موضوع الصوره اللي عملتيها على الدوره الشهريه، انا ما بقتش فاهمها قوي. يعني انت جبتي واحده قاعده على المكتب وفي نفس الوقت الناس تقولك ياخدوا اجازه اثناء، انا مش عارفه هي مشكله المجتمع ولا البنات اللي بدات تقولك بقى لعب هرمونات ومش هرمونات. حاسه ان في خطاب في الموضوع ده بيضعف البنات نفسها. هي بس حاجه المفروض تكون محطوطه في الاعتبار، بمعنى ان انا دلوقتي عندي ظاهره طبيعيه بتحصل لي كست، ومش هبقى بقدر ابرفورم التاسكس بتاعتي اليوميه بشكل طبيعي، فبس ان يكون في تقدير لحاجه زي كده مش اكتر. ده معناه ان انت عايزه، او الخطاب ده يدعم الخطاب اللي ضد الستات اصلا، يعني خلاص بقى ما تشتغليش قاضي، ما تشتغليش في الجيش، ما تشتغليش كذا، ما تشتغليش كذا، لو انت عندك كل شهر 5 ايام ولا اسبوع ادائك فيه هيبقى ضعيف، في حين انه الواقع مش كده خالص، بالعكس. يعني
ده بيدي للستات قوة تحمل لأنها بتتحمل أعباء جسمانية إضافية، فبيخليها حتى قوة تحملها في مواجهة المهام أكبر بكتير. الفكرة نفسها أنها تطرح وتتجرأ البنات أنها تناقش القضايا بتاعتها بمنتهى الحرية، دي حاجة جميلة جدا، يعني أنا بحييكي جدا عليها. بس قوليلي بقى ضرب النار اللي تعرضتي ليه لما تحطي الكلام ده على الفيسبوك بقى والإنستجرام. أنا اتخضيت، يعني في الأول لما Women of Egypt حطوا البوست في الأول كنت متخيلة أن الناس هتتفاعل بشكل عادي، لغاية لما لقيت أن الناس في الأول دخلت تكومنت بطريقة يعني كويسة، بعدين لقيت بقى الناس اللي دخلت يعني ضد الصور. وقتها حسيت أن أنا مش بس عملت فكرة وبحاول أوصلها، لا دي فكرة، دي ابتدت تعمل جدال ما بين الناس، الناس مع والناس ضد. أنت عارفة أن في مقولة بتقول أن الصورة بألف كلمة، أنك تقدري تحطي فكرة في صورة وتثير كل هذا الجدل، الحقيقة ده في حد ذاته إنجاز أنا بحييكي عليه. جوي أنت بجد اسم على مسمى، يعني فعلا شغلك ممتع جدا، وكملي وهتلاقي فيه أراء مع وأراء ضد، عشان كده سيبك من الكلام ده وما تخليش حد يعمل قيود على أفكارك. أنت عملتي حاجة جميلة جدا وأنا سعيدة أني بشوفك النهاردة. أنا كمان، أنا أسعد حبيبتي، تسلمي. ميرسي قوي. مش كل من شال كاميرا عنده عين مصور ولا مبدع ولا مبدعة زي الفنانة جوي خوري، مش عارفة أقول الفنانة ولا المهندس، ربنا يحميها ونشوف بناتنا كلهم في أحسن حال. القصة دي جات لنا على حكايات نهاد، فعايزة أقول لكم بعتولي قصصكم الحلوة علشان نشاركها سوا وتشجعنا ونتعلم منها.